هاي جايز، شلونكم؟ اليوم جدا احكي عن 10 اهم برودكت لازم تكون ويا كل بنيه، من كانت اذا كانت هي بدبي او اذا كانت باي مكان. وانا شخصيا هذول البرودكت اللي ما اقدر استغنى عنهم، راح نبدا نحكي بيهم واحد واحد. اول برودكت وهو من اهم البرودكت اللي انا دائما استعملها ما اقدر بلاياها هو النيوكس الاي برودكت. سو احطه جوا العين، احطه استعمله بالليل واستخدمه حتى during the day. سو ذس از ون اوف ذا برودكت ذات يو ماست هاف ات. ثاني برودكت همنا من النيوكس اللي هو الدي تايم برودكت، وبنفس الوقت بي اس بي اف، سو ذا بيست ثينج تو يوز صراحه، وهالفتره دا استعمله. ثالث برودكت اللي كلش دا استعمله اخر فتره وكلش متونسة عليه هو لوشن الجسم بكريم الفانيلا من بيت الصابون اللبناني. اتس اورجانيك، اتس فيري نايس، وصراحه ام لافينج ذا سميل، اتس بيوتيفول. رابع شيء تارا، دا استخدم البرودكت مال تارا صراحه، دا استخدم الشامبو والكونديشنر وحتى الماسك تبعهم. اتس فيري جود، اتس فيري نايس، و ام هافينج فيري جود ريزلتس. سو This is my best friend for this month. So هسا رح نحكي عن كل شيء شمري. And we're gonna start with the hairspray. Kevin Murphy, they have the best and like ينطي لمعة للشعر وصراحة it's nice. فانس احنا هسا بالصيف وكل شيء تانينج وسمر وبحر ومسبح، رح ابدي استعمل على الاشياء اللي دائما توصلني ودائما يسألوني شو تستعملين جسمك وشون you have this color. Since I'm obsessed being tan. صراحة one of the products that I'm being used lately هو Nukes. التاني مالتهم it's very nice, it's very good، وراح أشرح بعد شنو الأشياء اللي دا أستعملها أكثر، so ما راح أكون specific with one brand. وثاني product دا أستعمله بالتانينج مالتي اللي هو بيت الصابون اللبناني بزيت الجزر، كلش كلش زين ومغذي للبشرة لأنه ينطيها softness ورا الشمس والحرارة والرطوبة وينطي لون حلو، جربوه. من أكثر البرودكت اللي أحب أستعملها ودائماً دائماً صراحةً أخلصها وأستهلك وأرجع أستعمل مرة ثانية اللي هي الشيمرز اللي تطيل الجسم، هذا أنا أستعملها صيف شتاء. It's very nice especially when you guys your tan، تحطوه تطيل لمعة على الجسم واللمعة كلش كلش تكون حلوة. هالفترة I'm using Nukes. It's beautiful, it's very natural، اللمعة مالته مو قوية وبنفس الوقت تطي شي glittery للجسم. So use it. آخر براند اللي أنا صدق I'm obsessed with وكلش فرحانة إنه finally هذا صارت موجودة بالبوتيكات، موجودة عندي بالبوتيك وسبيشلي بدبي، هي بيزلاين. So رح أغش شوية، هي المفروض تكون 10 product بس I'm using the same product أكثر من شيء. أول شيء هذا I use it الحمودي دائما، it's sunscreen للأطفال. والحلو همينه لأنه I'm a person يعني أواجه صعوبة من أرد أحط له أي لوشن ولا شيء، فهذا it's spray بس تقدرون ترشوه هي حتى ما يبقى هواي وياكم. ثاني شغلة اللي هو الافتر سان، طبعا كلش كلش مهم ودائما اكثر من احد يقول لي انه احنا رحنا للشمس بس بعدين وراها انه بدا يقشر الجسم او شيء. اتس فيري امبورتنت انه واحد يحط افتر سان، اول شيء حافظ على اللون، ثاني شيء التقشير ما يصير، ثالث شيء البشره لازم نفس الوقت مثل ما نعرضها للشمس لازم نفس الوقت نعطيها اللي هي سيلف كير بعد الشمس. So this is one of the things. طبعا التانينج اولز ما جبتها هسه وياي بس همنا بريحه الجزر beautiful ويخليكم تاخذون لون كلش حلو. نصيحه دائما دائما الافتر سان حطوه بالثلاجه او بالبراد، اهم يرطب واهم يسوي كولينج واتس بيست فور ذا سكن. اتمنى تكون عجبتكم التيبس اللي اعطيتكم اياها والبرودكت اللي استخدمها بهذا الشهر، موستي تتعلق بكل شيء بالسمار وبالتانينج وبالصيف. سو استعملوا الاشياء وانطوني رايكم بيها. ثانك يو.